بعدما باتت استقالات نواب كتلة الزعيم العراقي مقتدى الصدر أمرا واقعا تكثر الأسئلة عن مرحلة ما بعد هذه الخطوة كما تكثر التحليلات في هذا الإطار وسط ترقب تبدل خارطة الأكثرية والكتل السياسية والتحالفات في المجلس النيابي بإنتظار تحديد بدلاء الكتلة الصدرية المستقيلين في الموازاه يبرز الحديث عن امكانيه لجوء بعض الافرقاء الى الشارع من جديد. ماذا ينتظر العراق وما مصير البرلمان وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومه وهل يكون الحل في اروقه السياسه ام في العوده الى الشارع. معنا الان من بغداد استاذ العلوم السياسيه في جامعه الكوفه دكتور اياد العنبر معنا من بغداد ايضا استاذ الاعلام في الجامعه العراقيه دكتور فاضل البدراني. ومن عمان ينضم الينا مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه دكتور غازي فيصل مرحبا بالجميع دكتور اياد مساء الخير دعني ابدا معك واسالك عن الخطه با يعني الان الاستقالات باتت امرا واقعا بعد التهديد او بعد التلويح بها ما الذي تعتزم الكتله الصدريه السيد مقتدى الصدر فعله في المرحله القادمه وهل المسألة قد تأتي بنتائج عكسية لم يكن السيد الصدر يعني يتوقعها تحية لك ولمشاهدي سكاي نيوز والدكتور فدراني ولدكتورنا العزيز دكتور غازي فيصل يعني أعتقد أن اعتقد ان القضيه الاساسيه التي يراهن عليها الصدر الان هي فرضيه ان احتمال تنقلب الامور على ما يتوقعه قد تصل الى 10% هذه العشرة بالمئة اذا اردنا ان نفك يعني إذا أريد نفككها ما ممكن نلقى فرصه حقيقيه الا بتشكيل حكومه قويه من دون الصدرين حكومه حقيقيه وهذه وهذه النقطه بحد ذاتها م. التوافقات لا يمكن أن تعطي انطباع على أن حكومة قادرة على أن تكون لديها القدرة بشخص بأن يتسلم زمامها شخصية لديه رؤية ولديه قوة قرار في ظل استقطابات وتعدد مراكز القوة والنفوذ في إدارة الوضع التوافقي في العراق هذا جانب الجانب الثاني السيد صدر خطوته كانت متقد يعني أحرق مرحلة مهمة جدا وهو لم يذهب إلى المعارضة وانسحب تماما باعتبار ان انسحابي هذا سوف يعطي يعني خيار الانسحاب من اي تشكيله حكوميه قادمه ومن ثم هو وضع كل اوراقه في الرهان على الشارع في ظل غياب منجز في ظل تدهور الوضع في ظل انتشار الفساد في ظل اقطاب النظام السياسي ومنظومه الحكومه هم انفسهم بعقليتهم السياسيه التي انتجت كل الازمات طيب يعني شو شو الرهان على الشارع دكتور إياد فلا يمكن يعني أن آه أن هذه مساله ممكن. مهمه وخطيره يعني هل كان السيد الصدر بعد ان وصل الى حائط مسدود او طريق مسدود في مساله تشكيل الحكومه وانتخاب الرئيس الى اخره قرر ان 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 يذهب الى الشارع دكتور فاضل مرحبا بك معنا هل هذا كان الخيار الاخير بالنسبه للسيد الصدر برايك تحياتي لك ولضيفيك الدكتور اياد العنبر والدكتور غازي فيصل بلا شك السيد مقتدى الصدر يعني حرك المياه الراكده على مدى اكثر من ثمانيه اشهر وهو الان لا يريد ان يبقي نفسه في سله او في مياه راكده اصبحت هذه المياه من وجهه نظره ووجهه نظر كل المتابعين انها مياه آسنه لم يعد العيش فيها ولكن السؤال هل هو حرك المياه الراكدة دكتور فاضل ام فتح عش الدبابير كما يقول البعض؟ انا باعتقادي هو فتح الامور على كل الاتجاهات يعني م. اما ان تكون المآلات باتجاه ان تكون الامور يعني غير ايجابيه سلبيه وممكن ان يكون صدام، ممكن ان يصنع تشرين ثانية وتكون تشرين بقيادته هذه المرة، خاصة هو الآن رفض المعارضة السياسية ولكنه خلص واضح انه اتجه إلى المعارضة الشعبية التي سوف تكون أكبر تحدي أمام الحكومة المقبلة في حال يعني توفرت أريحية للإطار التنسيقي بتشكيل حكومة. بالتالي التحديات موجودة ولكن ما هو جديد في هذا الأمر أنه التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لم يبق الأمور في مرحلة انسداد وهذا طبعا يعني اقتراب كثير وكبير من الشارع العراقي تقاليد التقاليد السياسية للطبقة السياسية التقليدية التي كانت تمارسها من 2003 إلى هذا اليوم واضح إنه السيد مقتدى الصدر بهذه المركزية وبهذه الطاعة من قبل نوابه خرج عن هذا الأمر لكن دعني أتحدث بالجانب الآخر يعني ممكن الإطار التنسيق الآن هم في وضع بأريحية ممكن يكون اتفاق مع السيادة مع الأخوة الأكراد يعني الديمقراطي والاتحاد خاصه في تقارب بينهم ممكن يشكلون حكومه م. وعمليه تشكيل الحكومه يحتاج لها رئيس وزراء قوي باعتقادي في حال انه كان خيار الاطار التنسيقي مع من يتشارك معهم بتشكيل الحكومه راح يفكر مليا باختيار شخصيه قويه ولا استبعد ان يكون واحد من الخيارات السيد المالكي باعتباره هو الشخص القوي وصاحب التجربه بالوقوف امام تحدياتهم يعرفوها جيدا محتمله ان يصنعها التيار الصدري طيب يعني البعض قد يقول انه وجود السيد المالكي في مثل هذه الظروف قد يؤجج الوضع يعني بدل ان 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 يحل دكتور غازي مرحبا بك معنا من جديد في غرفه الاخبار وفي هذا النقاش رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي يقول حسب قانون الانتخاب واليات العمل الانتخابي سيعوض الخاسرون الذين حصلوا على العدد الاعلى من الاصوات في كل دائره انتخابيه بدلا من نواب الكتله الصدريه الذين استقالوا للاسف هذه هي الاليه كيف تتوقع ان تسير الامور دكتور غازي؟ هل نحن امام تصعيد؟ هل هذا خيار السيد مقتدى الصدر باللجوء؟ إلى الشارع كما يقال آخر العلاج الكي أم ماذا تحديدا شكرا جزيلا وأتفق تماما مع ما تفضل به الدكتور عياد العنبر والدكتور فاضل البدراني وأيضا يعني هذه المحطة محطة البدائل بالتأكيد الأسماء اليوم أسماء الاستقالة يفترض أن تذهب إلى المفوضية والمفوضية هي اللي تدقق هذه الاسماء الاستقالات وتذهب لتحديد البدائل. معنى هذا ان الخارطه السياسيه لمجلس النواب ستختلف بالتاكيد بمعنى هناك من سيعزز تنظيمات الاطار التنسيقي وهناك من يعزز المستقلين وممكن ايضا التنظيمات الاخرى الموجوده تحت قبه البرلمان م. لكن كل هذا لا يعني ايجاد حلول جديه للازمه العميقه اليوم الازمه العميقه في النظام السياسي هي عدم ذهاب التنظيمات السياسيه القيادات السياسيه منذ 2003، وثلاثة ألفين حتى يومنا هذا إلى مراجعة مراجعة نقدية للسياسات مم. للاقتصاد للسياسات الاجتماعية لغيرها من التفاصيل اليوم يعيش العراق كوارث كبرى ولم تلجا مع الاسف هذه القيادات اللي استمرت في حاله ما نسميه الانكار للازمات او الانكار للمشاكل لم تذهب الى خيار المراجعات النقديه العلميه كما يحصل في البلدان الديمقراطيه وبالتالي اليوم نعاني مجموعه كبيره من المشكلات الاقتصادية السياسية الاجتماعية اللي تهدد أمن واستقرار النظام عندما يختار السيد الصدر المعارضة وخصوصا المعارضة الشعبية وهو يمتلك في نفس الوقت قوه ونفوذ حقيقيه على صعيد الشارع على صعيد الراي العام يستقطب من خلالها وجهات نظر النقديه الكبيره للنظام باتجاه اجراء تغييرات اصلاحيه جذريه وعلى العكس من الرؤيه التي تفضل بها السيد الصدر والتيار الصدري والتحالف الثلاثي نلاحظ ان الاطار التنسيقي يقدم لنا النموذج التقليدي بمعنى الحفاظ على الامر الواقع والاستمرار بنظام المحاصصه الطائفيه والسياسيه وطبقه الفساد المالي وغيرها من التفاصيل وفي نفس الوقت يعني نظام المحاصصه الطائفيه في الاساس هو انتهاك للدستور لا طيب ولكن في المقابل دكتور كتلة غازي. كتلة غازي يعني السيد الصدر على ما يبدو يقول يقول إذا لم أشكل حكومة أنا حكومة أغلبية سنخرج إلى الشارع ولتنتفض الأمور ويحصل ما يحصل هل هذا ما يقول السيد الصدر من خلال هذه الحركة هذه الاستقالات الجماعية نعم نعم بالتأكيد هو محق لأن باستمرار كان يكرر مبدأ أساسي أما تشكيل حكومة أغلبية وطنية اللي هي بالتأكيد تمثل وتعبر عن الدستور، الدستور لا يوجد في الدستور حكومه شيعيه او حكومه اغلبيه شيعيه او غيرها، في الدستور الكتله الاكبر هي كتله من الاحزاب الوطنيه بغض النظر عن طبيعه الطوائف والاديان اللي تضم هذه الكتله، بالتالي طروحات السيد الصدر تقترب او او تصب في جوهر الدستور في تشكيل الحكومه وايضا ذهابه للمعارضه هو جزء من ايمانه بالتداول السلمي آه للديمقراطيه آه بمعنى هناك ايضا وجود اغلبيه ووجود معارضه فاذا م. لم ينجح في تشكيل حكومه الاغلبيه طيب. اذا سيذهب الى آه المعارضه وهي تنفيذ لما كان يعد به آه الجمهور عبر تدخلاته وخطبه ومضمون طيب. اتجاهاته السياسيه نعم دكتور اياد رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي ايضا كان له تصريح لافت يعني اود ان اسالك عن بعض ما جاء فيه يقول السيد الحلبوسي جهود تشكيل الحكومه ستستمر على اساس تفاهمات سياسيه اخرى الخطوات القادمه قد تمضي سريعا نسعى الى تشكيل حكومه تتحمل القوى السياسيه مسؤوليه مخرجاتها وادارتها وسيبقى التقييم امام الشعب. شو التفاهمات السياسيه الاخرى التي يشير اليها السيد الحلبوسي برايك؟ يعني في السابق كان هنالك اتفاق داخل تحالف انقاذ وطن بانه لا يذهب احدهم ويتفاوض مع القوى السياسيه الاخرى، قوى الاطار التنسيقي ومن كان يعني يشترك معه في الثلث المعطل منفردا. الان بعد انسحاب الصدر من هذا التحالف وانسحابه من البرلمان باتت سوف تكون يعني منطقيا خارطه جديده للتحالفات، لكن حقيقه لحد هذه اللحظه نحن نتحدث عن جانب هو انسحاب الصدر، وانسحاب الصدر ترك الكثير من الاسئله تحتاج انه في قادم الايام معرفه كيف يتم التعاطي معه، مثلا على سبيل المثال هل قوى الاطار التي بعد ان تزايدت حظوظها واصبحت انه تأكيد هي الكتله الاكبر لتحالف السيد المالكي كتله الفتح ومن ينضم اليهم لكن كان لديهم في الثلث المعطل شركاء مثلا قوى الحزب الديمقراطي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني م. اليكتي هل سوف يتركونهم ويمضون مع مرشح السيد مسعود برزاني هنالك تحالف عزم شخصيات من تحالف عزم انضمت الى الثلث المعطل وكانت هي الرقم الاساسي او الرقم الصعب في الثلث المعطل وليس قوى الاطار التنسيقي هذه نقطه اكثر حساسيه هل سوف يكون هنالك تفاهمات بعيده عن هذه القضايا؟ فبمعنى ان الامور ليس بالسهوله التي تحدث بها السيد الحلبوسي لان كثير من القضايا في الخارطه الجديده سوف تتغير ايضا إذا أردنا أكثر دقة بهذا الموضوع قد يكون فعلاً الأمر محسوم من الناحية القوى السياسية السنية بمنصب رئيس مجلس النواب وبقيوا ينتظرون توزيع الوزارات لكن كردياً الوضع رئيس الجمهورية غير محسوم من سيكون رئيس مجلس الوزراء من قبل القوى السياسية التي سوف قوى الإطار التنسيقي ومن يتحالف معها سوف تكون أيضاً إشكالية جديدة كما قال الأستاذ بدراني أنه نقطة مهمة أنه السيد المالكي قد يقدم نفسه لكن هل يقضى بموافقة وقبول الشركاء أيضا هل سيقدمون تنازلات على من كانوا يتهمونهم في السابق على أنه محور متآمر غيرها من القضايا فالأسئلة التي سوف تطرح في قادم الأيام أسئلة قاسية وسوف تكون محطة اختبار حقيقية لجدية الذهاب نحو حكومة قادرة على الاستجابة لمتطلبات الجمهور التي سوف يستثمرها سيد الصدر في أي لحظة معينة أو في مفصل معين وينقض على العملية السياسية برمتها ويكون هو الرقم الصعب في الشارع دكتور فاضل أحد السياسيين الشيعة بدون ما يذكر اسمه نقلت عنه بعض الوكالات تصريح أيضا لافت يقول فيه أتوقع أن تمضي العملية السياسية قدما في إطار التنسيق الذي سيشمل أكثر من مئة مقعد بعد انسحاب الصدر المفاوضات ستمضي مع الكتل السنية والكردية الأخرى الحكومة المقبلة قد تواجه احتجاجات أو اضطرابات في الشارع خاصة من أتباع الصدر ونجاحها سيعتمد على قدرة الحكومة على إدارتها بداية كيف تتوقع أن تكون الاتصالات مع الاطراف التي كانت ضمن التحالف الثلاثي مع السيد الصدر بالنسبه للاطار التنسيقي هل نتوقع شكل جديد من التحالفات خارطه جديده قد تفضي بالفعل الى حكومه في الفتره القادمه يعني هو في الواقع انا تحدثت عن شكل من اشكال او شكل الصوره يعني لكن هنالك شكل اخر للصوره التي سوف تظهر وتتضح لدينا بالايام والاسابيع والاشهر المقبله م. تحدثنا انه الاطار التنسيقي يمتلك الاريحيه وممكن ان يشكل حكومه وممكن ان يبحث عن رئيس وزراء قوي يجابه التحديات الشعبيه اللي راح يخلقها التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر، ولكن ايضا دعني اتحدث عن الشكل الاخر، ليس بالضروره انا باعتقادي أن هنالك دراسه عميقه جرت بلغه الارقام م. ما بين اطراف انقاذ وطن ولذلك ممكن ان تكون هذه المقاعد التعويضية قد لا تذهب جميعا كلها إلى الإطار التنسيقي ممكن أن تكون م. للمستقلين وممكن أن تكون حتى السيادة وممكن تكون لأطراف أخرى مستقلة هذه قد لا تعطي العددية المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة م. ولذلك يعني أنا أقول أنه الاتصال الذي جرى ما بين السيد مقتدى الصيدر مع الشيخ خميس الخنجر م. بعد اعلان الاستقالات قد يكون فيه راي اخر ممكن ان يتضح بالايام المقبله الصوره تبدو فعلا معقده وعمليه تشكيل الحكومه قد هذه المره كانت الثلث المعطل بيد الاطار التنسيقي ولذلك هو كانت عند الاريحيه والانتصار على العدديه والاكثريه لدى انقاذ وطن هذه المرة ممكن ان لا يتحقق هذا العدد ولا استبعد ولا استبعد انه شركاء السيد الصدر ممكن ان يمضون في عمليه تشكيل الحكومه ولكن قد لا يكون الامر المضي حتى الخطوات الاخيره بتشكيل الحكومه حقيقه اسئله متعدده ونحن بحاجه الى اجابات لا نستطيع ان نعطي جزما بالرأي الذي سوف تؤول إليه الأمور معقدة جدا وهذا التعقيد بقدر ما هو يشكل هواجس ومخاوف لدى الأطراف السياسية والشعبية ولكن من وجهة نظري أن هذه الخطوة التي صنعها السيد مقتدى الصدر أولا راح تبدو آه أنها عملية نقل مم. المشهد السياسي أو العملية السياسية اللي دائما أنا أقول ليست عملية سياسية وإنما كانت معادلة سياسية على شكل حصص ما بين هذه المكونات آه الاجتماعية من خلال ممثليها السياسيين طيب. يبدو لي هذه المرة انتهت وانتهت تماما وفي حال تشكيل الحكومة فعلا مضت عملية تشكيل الحكومة اعتقد ان صوره حكومه السيد عادل عبد المهدي والظروف التي احاطت بها والتحديات التي شكلتها والزخم الشعبي لحراك تشرين ممكن ان تتجدد وتجهض هذه الحكومه وراح تبدو ان هنالك صوره جديده لان القوه التقليديه يبدو لي ان عمرها انتهى طيب دكتور غازي البعض يقول أي حكومة لا يشارك فيها التيار الصدري ستكون حكومة تولد ميتة كما يقول البعض أولا ما رأيك في ذلك وهل بالفعل السيد نور المالكي لديه فرص قوية في بتشكيل حكومة وربما التعامل مع أي اضطرابات قد يشهدها الشارع العراقي في هذه المرحلة أه نعم انا اعتقد ان يعني أه السيد المالكي ليس لديه فرصه جديه أه بسبب أه يعني اذا جاز التعبير ضعف او محدوديه الشعبيه للسيد المالكي أه بفعل السياسات اللي اتبعها واللي سياسات اضرت أه بالمجتمع او بالاقتصاد وبالامن أه الداخلي ومشكلات كثيره خلال حقبه حكم السيد المالكي ايضا هناك من ينافس على رئاسه الوزراء من احزاب او من شخصيات اخرى تعتقد انها لديها الفرصه او لديها الكفاءه في تحمل مسؤوليه رئاسه الوزراء وأتفق أيضا مع البدراني أنه الخارطة السياسية القادمة لحد اليوم مجهولة يعني ممكن يكون أمام مفاجآت أمام معادلات لعلاقات القوة العسكرية داخل قبة البرلمان بين الأحزاب تعطينا متغيرات غير محسوبة أيضا مسألة العنف اللي استخدم ضد الاحتجاجات الشعبية في العراق واللي تتحمل مسؤوليتها عدد من الاحزاب والتنظيمات اللي ما زالت موجوده داخل العمليه السياسيه والنظام السياسي ايضا هذا العنف لا سمح الله ممكن يتجدد ايضا ضد الشباب وممكن هناك اغتيالات كما حصل في البصره والناصريه والنجف وكربله وبغداد وكل المدن العراقيه واللي قتلت او اغتالت اكثر من 800 من الشباب اعتقد المشهد معقد ومثل ما اشار السيد البدراني لكن مع ذلك قد تكون هناك فرصه من خلال مبادره السيد البرزاني اللي هي ما زالت منتظره والافكار اللي ممكن تطرح على صعيد السياده وايضا لحد الان لا توجد افكار او طروحات من قبل الاطار التنسيقي يعني يدعو للاجتماع يطرح انه سيجتمع لكن حتى هذه اللحظه لا يوجد بيان واضح يشكل الموقف الاساسي مما حدث يعني يعني ربما الذي حدث كان مفاجاه دكتور غازي كما البعض وبالتالي المواقف لم تتبلور حتى الان لانه عضو برلماني من الاطار التنسيقي يتحدث حول هذا الموضوع يقول لا نعرف بعد الدوافع وراء انسحاب نواب مقتدى الصدر، كانت هذه مفاجاه لنا جميعا. الاستقالات تمت اثناء عطله البرلمان ولا يزال من الممكن حدوث تطورات جديده، امامنا شهر ليعود البرلمان وكل شيء ممكن في هذا الشهر. دكتور اياد ما هي السيناريوهات التي يمكن ان نتوقعها في الفتره القادمه؟ فيما يتعلق اولا جلسه انتخاب رئيس الجمهوريه تشكيل الحكومه الى اخره يعني اعتقد اولا حسب موضوع الاستقاله سوف يكون بحسب تصريح السيد الحلبوسي انه حسم بقبول الاستقاله ولا يحتاج تصويت وفق ايضا معطيات قانونيه لقانون استبدال الاعضاء وايضا قانون الذي تم تعديله والذي في قانون التقاعد الموحد سنه 2014، فهذه القوانين جميعها تلغي اي فرضيه او احتماليه لان يكون هنالك حاجه لتصويت اعضاء مجلس النواب في قضيه الاستقاله، فهذا على المستوى القانون وايضا هنالك جدل بالموضوع، على المستوى السياسي اعتقد انه مثل ما تفضلت نقطه مهمه جدا أن قوى الاطار التنسيقي لحد هذه اللحظه لم يصدر بيان وموقف واضح وصريح بشان ان خطوتها القادمه نجد تصريحات من هنا وهناك لكنها لم تكن على مستوى الزعامات السياسيه او بيان موحد من الاطار التنسيق هذا الجانب الجانب الثاني انه يحتاج انه معرفه الاوزان الانتخابيه وتغييرها هذه بحد ذاتها سوف تعطينا انطباع على انه خريطه الخريطه كيف سوف تتغير يعني داخل قبه مجلس النواب لصار هو الاطار التنسيقي. الجانب العملي هذا الذي سوف يكون هنا هو اس المشكله من سيكون رئيس الوزراء؟ اعتقد هذه النقطه سوف يكون هنالك تفاوضات وغيرها من القضايا. في هذه الفتره تحديدا هنالك ايضا فرضيه لا زالت تطرح بامكانيه عوده السيد مقتدى الصدر لكن حقيقه نحن كمراقبين متفاجئين كيف عودة؟ خلينا نشرحها هذه النقطة دكتور إياد يعني لأول أه مرة أه أه العودة عن الاستقالات تقصد نعم أحت... هو لا احنا لحد هذه اللحظة يعني هنالك طروحات على انه هنالك امكانية عودة مقتدى الصدر عن قرار الاستقالة هذا بحد ذاته يتعارض مع الثبات الواضح وصريح في مواقف السيد مقتدى الصدر واصراره على حكومه تشكيل حكومه الاغلبيه. اذا مضي هذا الامر او باستقاله الصدر سوف يكون هنالك ايضا التحدي الاكبر عن شكل الحكومه التي سوف تخرج من رحم توافق قوى الاطار مع القوى السياسيه الاخرى، هو هذا السؤال المهم في ظل انه استبدال المعادله إذا كان هنالك معادلة تهدد بثنائية السلاح وثنائية استخدامه والتلويح به، الآن المعادلة تغيرت لصالح الصدر، سوف يكون أيضاً هو لديه سلاح ولديه قوة جماهيرية ولديه أضافة عنصر ثالث سخط جماهيري قد يستغل في أي لحظة أو هيجان أو في موقف ضد الحكومة القادمة، وأعتقد هذا سوف يكون تحدي أو زلزال في قادم الأيام. دكتور فاضل سيناريو التصعيد لدرجة العنف المسلح وهو سيناريو يعني نأمل أن لا يحدث ولكنه وارد بالنظر إلى أنه كل الأحزاب عندكم ما شاء الله أو معظمها لديها ميليشيات مسلحة هل هذا السيناريو وارد من وجهة نظرك وبالتاكيد واحد من السيناريوهات التي يتخوف منها الشارع العراقي ممكن ان تحصل. المؤشرات انه التيار الصدري فعلا اغلق كل مكاتب نوابه ومؤسساته وهي عمليه احاطه من قادم الايام وايضا يعني دعا الى تجنيد في سرايا السلام لاتباعه، اذا هذه واحده من المؤشرات التي يحتاط لها التيار الصدري واتباعه هذه راح تكون يعني رسائل مدروسه لدى الطرف الاخر الذي يمتلك ايضا يعني فصائل مسلحه لديه لديهم سلاح هذه الامور يعني متخوف منها الشارع العراقي ولكنها بنفس الوقت هي رسائل متبادله ما بين التيار والاطار والحقيقه انه حتى لا نقلل من اهميه الاطار التنسيقي التيار دائما لديه العدديه ولديه القرارات التي م. تصدر من شخصيه السيد مقتدى الصدر وله رمزيه قويه وله شعبيه قويه وتاثير على نوابه بحيث لا يمكن لنائب ان يخرج عن طاعه السيد الصدر، هذه بالتاكيد غير موجوده م. غير موجوده في الاطار التنسيقي. إذا يعني الفعل الذي يصنع التيار الصدري أو السيد مقتدى الصدر هو فعل مؤثر وطعنات كبيرة في جسد الإطار التنسيقي لكن مع ذلك الإطار التنسيقي هو أيضا محترف بصناعة ردات الفعل القوية جدا، هذه مو. عملية التجاذب اللي تابعناها وعايشناها، شفناها قوية جدا يعني انا باعتقادي انه مساله البقاء بهذا الامر او حتى الذهاب الى اعاده الانتخابات وما الفائده من اعاده الانتخابات؟ الاقوياء من لديهم الاموال، من لديهم الامكانيه بشراء النواب اقصد على الجميع ممكن ان يعودوا مره ثانيه وممكن ان تكون الارقام هذه المره انا اتوقع يعني الارقام راح تكون بصالح التيار الصدري. ولكن هذا لا يعني انه خساره وموت بالنسبه لأطراف الاطار بالتاكيد انا ما شايف انه مساله الذهاب الى الانتخابات يعني قضيه مجديه الان نحن نحتاج الى عقد سياسي طيب. وتفاهمات وممكن م. ان تحصل ولو هي طبعا اصبحت م. يعني مساله متاخره كان المفروض في الوقت لا. شكرا دكتور فاضل للاسف وقتنا انتهى. كان المفروض يعني لا. الدكتور فاضل عندي. البدراني استاذ الاعلام في الجامعه العراقيه كان معنا من بغداد، اشكر ضيفنا من هناك ايضا الدكتور اياد العنبر استاذ العلوم السياسيه في جامعه الكوفه، وشكرا لضيفنا من عمان الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لكم جميعا.